التطوير اللي حضراتكم شفتوه في كوم حمادة ده ما حصلش في كوم حمادة فقط، ده موجود في كل مراكز محافظة البحيرة. ده بسبب ايه؟ بسبب دخول حياه كريمه، مبادره حياه كريمه الى محافظه البحيره، واللي اثرت على حياه الناس وفرقت كتير جدا في حياه الناس. عشان تبني انسان واعي ومثقف لازم في البدايه انك تقدم له اساسيات الحياه عشان يعيش حياه كريمه بالفعل. يعني تخيل ان في حد قاعد في المكان في القريه اللي هو مقيم فيها ما عندوش صرف صحي، الحنفيه ما بتنزلش مياه صالحه للشرب، عنده مشاكل في انقطاع الكهرباء، ما بيعرفش يروح شغله بسبب ان الارض غير ممهده، ما فيش عربيات بتدخل جوه عشان الارض مش ممهده، ما فيش انترنت، واحنا في طبعا في جمهوريه جديده وفي عصر حديث والعالم كله دلوقتي بقى مرتبط بالانترنت، التعليم على الانترنت، فطبيعي ان يكون في انترنت وعالي الجوده وفائق السرعه كمان موجود في هذه القرى اللي بتدخلها بالفعل حياه كريمه. عدد المشروعات اللي موجوده واللي نفذت بالفعل على ارض محافظه البحيره من مبادره حياه كريمه وصلت 8000 مشروع لخدمه الاهالي هنا في المحافظه عشان الناس تلاقي خدمات تليق بهم. دلوقتي هنروح نشوف ما انجزته مبادره حياه كريمه في محافظه البحيره، ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. مؤسسات حياة كريمة يعني كان هدفها ان يبقى فيه يعني تلاحم ما بين السيد الرئيس ويعني والناس هنا في القرية والمواطنين، وده يمكن شفناه في جولة السيد الرئيس النهاردة. حركت فضلت مشكورا يعني فعلا بان احنا محافظة البحيرة كان عندنا 6 مراكز كمرحلة اولى، تم يعني تطوير عدد كبير جدا من القرى والتوابع زي ما حضراتكم شايفين، يعني كنموذج من هذه القرى قرية الأبعادية. النهاردة بنتكلم يعني في مجمع خدمات مواطنين اللي هو تطوير للخدمات التي كانت تقدمها الوحدات المحلية سابقا بالشكل النمط التقليدي، أصبح الآن تقديم الخدمة بشكل مميكن، بشكل يعني هيكلي، بسيستم، كل حاجة يعني إلى قدر كبير جدا منظمة، متوفر معظم الخدمات زي السجل المدني، زي مكتب الصحة، زي الشهر العقاري، زي كل الخدمات اللي ممكن كان أي مواطن بيحتاج إنه يسافر أو ينتقل لمسافة أخرى عشان يقدر يحصل عليه. حقيقة يعني زي ما شفنا من شوية برضو حركت فضلت بطرح الكلام عن القطاع الصحي والمركز الطب الأسرة وكذلك الوحدة الصحية ومركز الشباب والقطاع التعليم. حقيقة يعني شفنا في 6 مراكز، وده يعني مش كلامنا، كان المواطنين لو حضراتكم نزلتوا يعني وتفاعلتوا وسألتوا الناس هتلاقوا فعلا فرق كبير جدا جدا بين انطباع الناس قبل كده وانطباعهم بعد ما شافوا وعاشوا أثر التنمية الحقيقية على الأرض في القطاعات المختلفة الخدمية والتعليمية والصحية، تطوير مرافق في بنية تحتية، وده يمكن يعني بفضل الناس كلها حاسة يمكن عبرت عنه النهاردة بشكل قوي جدا مع السيد الرئيس. النهارده في قريه الابعاديه، طبعا قريه الافتتاح الرئاسي بالنسبه لنا النهارده في محافظه البحيره مركز دمنهور، فيها اكتر من او حوالي 11 مشروع انشائي تم الانتهاء منهم بنسبه 100%، يمكن ابرزهم مجمع خدمات المواطنين والمركز التكنولوجي. احنا النهارده واقفين كمان في مركز طب الاسره، في كمان عندنا نقطه الاطفاء ووحده اسعاف ومشروع كتابك، دي مكتبه ببرجوله للاطفال علشان خاطر يقروا ويتثقفوا. في كمان مجمع الخدمات الزراعيه تم تطوير مدرستين الابتدائي والاعدادي، عندنا كمان يمكن مشروع تبطين الترع وانشاء كوبري الري. خايفة أنسى حاجة، في وحدة الشؤون الاجتماعية كمان عندنا في الأبعادية، مركز الشباب بتاع الأبعادية كمان تم تطويره وإنشاء ملعب جديد، فأصبح مركز الشباب ليه 2 ملعب، ملعبين، غير طبعا حديقة الطفل والمبنى الإداري. طبعا مجمع خدمات المواطنين ومركز التكنولوجي عموما في أي قرية بيكون من المشروعات الأبرز أو الأهم، وزي ما حضرتك عارف أنت زي ما ذكرت عندنا 42 قرية أو وحدة محلية في محافظة البحيرة بكل قراهم وتوابعهم مخدومين في المبادرة الرئاسية حياة كريمة. احنا عندنا 42 مجمع خدمي وتكنولوجي ومركز تكنولوجي، تمام. طبعا هو من ابرز المشروعات، ليه؟ لانه بيوفر على المواطن وقت وجهد ومصاريف وتكدس في المدينه علشان يحصل على اي خدمه من الوزاره من الوزارات المشاركه في المجمع، لا النهارده هو بيقدر يحصل على الخدمه دي في القريه اللي هو ساكن فيها او في القريه اللي هو تابع ليها، فطبعا هو بيسهل على المواطنين، بيقلل من انتقالاتهم، بيقلل من الوقت، بيقلل من الجهد، وبيحسن من الخدمه المقدمه سواء كانت في القريه هنا او في المدينه طبعا، لان هيقل التكدس اللي موجود فيها. بس
ان ما شاء الله عندنا احسن ملاعب في البلد وعندنا مركز شباب حلو ومدربين كويسين وكل حاجه موجوده. ايه الاول يعني ما كانش كويس، الملاعب ما كانتش حلوه، ما كانش نجيلها كانتش كويسه. دلوقتي عاملين نجيلها كويسه ونجيلها صناعيه ونجيلها طبيعيه وفي كل حاجه موجوده يعني كويسه في الملعب، وعندنا احسن ملاعب في دمنهور، من احسن ملاعب في دمنهور وملاعب كبيره، ودلوقتي المركز الشباب بقى من احسن مركز الشباب في دمنهور، وفي ناس بتيجي من بره تحضر عندنا في مركز الشباب والاجتماعات وكده. هو مركز الشباب بعد التطوير حياه مميزه خالص وحياه 100 100، وبشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه لمركز الشباب وتطويره. ومركز الشباب الاول كان فاضي خالص، ما كانش فيه اي حاجه، وكان فيه ما كانش حد بيجي يتواجد فيه، دلوقتي كله موجود وتم تدعيمه بكراسي وكل حاجه فيه تم تدعيم، والملعب بقى على اكمل وجه وبقت الحياه حلوه خالص والله. اشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي. والله الحمد لله ان احنا مبسوطين بالانجاز اللي بيتم في المنطقه الفتره دي، نقلتنا في حته تانية، بتوفر لنا حاجات ياما، التشييد الرئيس يعني احنا الحمد لله الفتره اللي فاتت دي كنا بنعاني من حاجات ياما، لكن الفتره اللي جايه ان شاء الله نتمنى الحاجات دي تستمر. يعني احنا النهارده بنتكلم ان احنا بقى عندنا مركز شباب وعندنا ملاعب رياضيه وعلى اعلى مستوى، حاجات مش موجوده في مدن. احنا دلوقتي بنتكلم في قريه ان احنا اتطورت من جميع الانحاء، فاحنا بنتمنى انها تستمر معانا الفتره اللي جايه، وان شاء الله الفتره اللي جايه دي تكون خير علينا وعلى الجميع باذن الله.